نفس الكلام يمكن بالتحكم التحكم في مستوى المياه في السد. طبعا بغض النظر سد او غيره، ممكن مثلا في القناطر الخيرية، مثلا القناطر الخيرية او اي سد هو عبارة عن بوابات، البوابات دي هي بتعمل كنترول على تدفق المياه من قبل السد الى بعد السد، على حسب مثلا الحاجة الى المياه. بمعنى اني والله انا محتاج ازرع 20,000 فدان، فانا محتاج كمية معينة من المية، فانا بروح للسد او بوابات السد، عايزين افتح البوابات او اقفل البوابات بحيث في النهاية خالص تديني كمية المية اللي انا ايه اللي انا محتاجها. فاذا انا عندي ريفرنس، اشارة مرجعية اللي هي على المخطط الصندوقي اللي على يمين صورة السد ديت، هذه الانبوت اللي احنا بنسميها الريكوارد ليفل، اللي احنا بنسميها الريفرنس سيجنال او الاشارة المرجعية اللي عندها بنقول والله انا محتاج كم مية معين او ليفل معين للمية بعد الايه بعد السد. ومن ثم برضو بتقارن بكمية المية بعد السد عن طريق برضو حساسات، هذه الحساسات هي اللي بتقص لي منسوب المية بعد السد. والله لو ان حصل فرق بين في فرق بين المستويين، لو اني الريفرنس اكبر من الخرج الفعلي اللي هو مستوى المية بعد السد، وبالتالي هيطلع اشارة، هذه الاشارة هي اللي بتخلي البوابات بتاع السد ايه تفتح بحيث تديني كمية كبيرة من الايه من المية. الى ان يصل مستوى المياه بعد السد الى المرجع او الاشارة المرجعية او المستوى المطلوب اللي انا طلبه، ماشي، بيبدأ يدي يثبت الاشارة عند هذا الايه عند هذا الكم او عند هذه الكمية، بحيث بيثبت ارتفاع البوابة بحيث يظل هذا المستوى او مستوى المياه بعد الايه بعد السد ثابت على حسب ما ايه ما انا محتاج. المثال الخامس اللي هي التحكم في درجة حرارة غرفة عن طريق دفاية، ده طبيعي جدا في كل بيت او موجودة في كل بيت دلوقتي. عندي دفاية بانواعها طبعا المختلفة، انا بطلب او يعني بظبط الدفاية بتاعتي عند درجة حرارة معينة. وفي بيكون موجود ثيرموستات او تمبريتشر سنسور موجود سواء قريب من الدفاية او موجود في احد اركان الغرفة، بحيث بيقول للدفاية والله هل درجة حرارة الغرفة وصلت لدرجة الحرارة المرجعية اللي حطتها المستخدم او لا. لو اني حصل ان درجة الحرارة اقل ما من المطلوب، بتطلع اشارة تحكم بتشغل الهيتر بتاعي، هذا الهيتر او هذا السخان بيسخن الهواء او الاجواء المحيطة بالدفاية او بالغرفة بتاعتي، ومن ثم بيعاد قياس درجة الحرارة مرة تانية عن طريق الحساس الحرارة او التمبريتشر سنسور، ويبدأ يقارنها مرة تانية بالريفرنس بتاعي بحيث في النهاية يصل او تصل درجة حرارة الغرفة الى ايه الى درجة حرارة الايه المطلوبة او الريفرنس بتاعي. طبعا عندي نوعين من المسارات، اللي هو المسار الامامي اللي هو فيه الهيتر، وفي المسار الخلفي اللي هو فيه التمبريتشر سنسور اللي بناخد اللي احنا بنسميه التغذية الخلفية بتاع اللي بياخد من الخارج يودي الى الكمباراتور بتاع او المقارن، بحيث بيقارن درجة الحرارة الفعلية بالدرجة الحرارة المطلوبة ويبدأ يعمل لي عملية الايه عملية الكنترول. المثال اللي بعد كده هو برضو التحكم في سرعة سيارة موجود في بعض السيارات، ما يسمى بالسبيد ريجيليتور او منظم السرعة. يعني هذا المنظم انا بقول له والله انا عايز امشي، طبعا لو ان الطريق مفتوح قدامي وما فيش اي توقفات خلال مساحة كبيرة او مسافة كبيرة، فانا والله عايز اقول لهذا الريجوليتور او هذا المنظم انا عايز امشي في هذا الطريق على 80 كيلو في الايه في الساعة مثلا. انا بأظبط اول ما اوصل عند الـ80 بأظبط، ويبدأ هو لو اني طالع مطلع مثلا اكيد السرعة هتقل، هو بيبدأ يزود اوتوماتيكالي، يعني النظام بيبدأ يزود كمية البنزين بحيث بغض النظر انت طالع مطلع او
نازل منزل هو اما بيستخدم ان هو بيزود بنزين او يقلل بنزين او حتى بيستخدم البريك بحيث في النهاية يديني ايه؟ يديني سرعة ثابتة دون تدخل مني خلال اللي خلال القيادة. طبعا برضو نفس الحكاية بيبقى هذا النظام هو نظام ذو تغذية خلفية فيدباك كنترول بحيث الخارج بتاعي بيكون السبيد والريفرنس بتاعتي برضو بيكون كل دي اشارات كهربية او الريفرنس بيكون عبارة عن اشارة مقاومة متغيرة مثلا بيكون هذه المقاومة المتغيرة بتكون معايرة بحيث والله مثلا عند 10 كيلو بتديني 1 فولت عند 20 كيلو بتديني 2 فولت عند 30 كيلو بتديني 3 فولت وهكذا والخارج السبيد بتتاخد برضو وبيروح عند سبيد سنسور هذا السبيد سنسور موجود في كل السيارات دلوقتي بحيث هذا السنسور او هذا الحساس برضو بيحول لي السرعة الى كأنه تاكو جنريتور او مولد تاكو او تاكو ميتر يعني بحيث ان هو بيحول لي هذه السبيد او هذه السرعة الى ايه الى طيار كهربائي او جهد بحيث نقدر نقارن جهدين ببعض والخارج بيكون بيروح على الكنترول بتاع اللي بيزود او قلل لي كمية البنزين اللي داخل الايه اللي داخل السيارة طبعا